2018 صار عندنا مشاكل. نعم. مشاكل كانت يعني حقيقة أنا بالنسبة لي كمحلل الآن أتكلم كانت أسوأ انتخابات. نعم. وأفرزت لنا مشاكل كادت أن تودي بالبلد إلى الهاوية. إلى الهاوية كنا رايحين، لكن يعني تم تدارك الموضوع كما وخلصت. تم تجاوز باقي الأزمة، تم تجاوز بقية الأزمة. لذلك الآن شوف، أنا عدة مرات لاحظت تمزيق الصور، لاحظت مؤتمر انتخابي تلقي إطلاقات بعيدة، مو شرط على المؤتمر بس إطلاقات من أجل إزعاج المؤتمر، لاحظت إسقاط صور. لا هذا يعني هذا الموضوع المفروض إحنا بعيدين عنه. إحنا صار لنا عن تجربة انتخابية خامسة، إيه صار لنا 18 سنة أستاذ علي، المفروض هسه إحنا شوية يعني حثينا الخطى باتجاه الديمقراطية الصحيحة. للعلم يعني حتى المرجعية المقدسة في النجف أيضا تحث المواطن للعلم على الانتخابات، على الخروج الانتخابات، لأن إحنا ما عندنا غير هذه الوسيلة. يعني أستاذ علي هذه اللي يفكر هذا انقلاب، هذا مدري، نسمع أخبار يعني تعرف أخبار السوشيال ميديا، إحنا ما عندنا أسلوب للتغيير غير الديمقراطية بعد 2003. فلذلك إذا سئنا استخدامها هذه راح تنعكس علينا بالمجتمع. الآن هناك إساءة في استخدام بعض التفاصيل ويا مدونة السلوك ويا قرار مجلس القضاء الأعلى اليوم، أتوقع راح تخف كثيرا.